السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير والف خير. مرحبا بكم في القناة ديالي ايمان بيوتي، اللي غادي تشوفوا معانا تتمة ديال الدروس الراندا. بدينا معاكم في الدرس الاول، وراتو لكم ماما، وان شاء الله غتشوفوا الدروس مرحلة بمرحلة. كنتمنى تكونوا استفدتوا معانا في الدرس الاول. قبل ما نبداو البنات، ما تنساوش تشتركوا معانا في القناة وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد، وديروا جيم وكومنتير، واي سؤال ديالكم غادي نجاوبوا عليه ان شاء الله. نخليكم مع ماما دابا اللي غتوريكم البدايه ديال الدرس. اصلا اللي وريناه لكم في الفيديو الاول، ياك ماما؟ ان شاء الله. سلم البنات، كي دايرات؟ لاباس ان شاء الله. غنكملوا ان شاء الله الحصه الثانيه. كما شفتوا البنات، كنحاول نصور لكم كيفاش ماما كتخدم لكم الدرس. هاد اللي بغى يشوف البديه غادي يمشي للفيديو الاول. هادي غير تكميله ديال الدرس. المهم ماما غادي تحاول تخدم هاد الزربه حتى باش تبدا المرحله الثانيه. كيفما شفتوا البنات، راه كتجي سنه بحال هكا. جوجيت جوج سنين دابا درنا هذيك السنه اللي كنا درنا في الاول. ها هي، ها هي البنات، تنكملوا على هي الاساسيه ديال باش نبداو الدرس. ودابا عندي الدقه الاولى والدقه الثانيه، تنجمعوها بحال هكا تتجمع. اييه كتجمع بحال هكا في الحلقه. ثلاث. المهم البنات كما شفتوا، تنجيو تنهبطو في العين بحال هكا. بلاتي يا ماما ما تزربيش عليهم. انا باقا معاهم، انا باقا ان شاء الله غنفهمهم بشويه. دابا حاولي تهبط هذيك السنه حيتاش كطلع الفوق وما كيبقاش ما كتبقاش باينه هكا. المهم حاولي عاوتاني تهبطيها مزيان باش تبان البنات، وغتعاودي نفس هاد السنه، يعني نفس هاد الدرسه هادي غتعاوديها، تعاوديها بشويه باش البنات يفهموا دقه بدقه. هانتي حيتاش قالت لي واحد البنت، واش الخيط اللي كتنبتي بيه؟ هانتي العين، هاد العين ها هي بناتي، هي تنديرو فيها البرا بحال هكا. كديري البرا وكديري جوج لويات، هادي حفظتها خلاص، الاولى واللويه الثانيه، كتهزي البرا ومن بعد ترجع في نفس العين. كترجعي في نفس العين، في نفس العين تنخدم تتولي بحال هكا. واش كتزيري الخيط ولا لا ما كتخليه بحال هكا؟ نفسك ما ديريش حتى حاجه، تتبقى هي تتبغي تصوب راسها، ملي تتخدميها انت تبداي تبدعي فيها بحال هكا. يعني هي ابداع الصراحه. المهم البنات كما شفتوا، اللويه الاولى الثانيه بحالها بحال اختها. صافي صافي مزيان ساهل. تعلمت يا ايمان؟ ورا تعلمت انا صراحه. ملي تنسالي تنشد هادي اللي كنت خدمت في الاول، كنت وريتها للبنات، هي هادي دابا. هي علاش داير هاد العلامه ديال راندا؟ هانتي كديري في العوينه البرا وكديري جوج لويات وتهزي البرا. هانتي دابا حفظتيها. اي صافي، يعني ساهله. اذا بحالك بحال البنات غادي تفهموها ان شاء الله. خاص غير واحد يتوكل على الله ويشد برا ويشد خيط ويشد بحال ما كتب عادي. حنا حنا كنا معلمين، شعلمونا. وكتنبتوه البنات الثوب، كتنبتوه بالفنيته بحال هكا. هاد الفنيته ها هي الفنيته، فنيته، وكتنبتوه عاوتاني بالخيط بحالكم مسبقا، وكتنيوه وكتنبتوه. وعاد اش كداو الدروس او الدرس؟ شتي صافي، سهله، طريقه سهله ومفهومه، ان شاء الله غيستافدوا معنا البنات. كاينين شي بنات سالوا معنا جوج لويات، وكت تفسر لينا حنا عاد تنفسر لهم مزيان باش يفهموا، بحال جالسين عند المعلمه اللي تفهموا مزيان. المهم كما شفتوا البنات، ها انتما جاوا جوج مثلثات، هادو بلاتي غنوريهم جوج مثلثات. حاولوا ماما ترديها. هاي
هاكاك هاكاك باش يشوفوا الناس مزيان. جاو جوج متلاتة عندي البنات نفس العين ملي تنكملها تنديرها في العين ديالها وكتلوي على الخيط. ايه وشوف ديك الطريقة باش كتعاودي تلوي الخيط. تنشدها تندير في هاد العين هادي باش نهبطو باش تعطينا سميتها. المهم هي هذه الطريقه صافي سهله. هذه ما فهموهاش البنات مزيان غادي نفهمها لهم. هذه فهمتها لهم مزيان. ها الاولى والثانيه بحال هكا تنشدوا في نفس العين تنخدموها بحال هكا. وعادش كتلاقيهم صافي وعادش كتلاقيهم باش بحال هكا تبني ديك المثلث. فهمت. تنشدو هاد العين هاد الثانية كملي تندير في نفس العين تنخدمها بحال هكا تجي باش غادي نشدها في هاد العين. هاد العين تتكون بحال هكا شتي تلوي الاولى اللويه الثانيه. هذه هي اللي بغيت البنات يفهموا اللي ما عارفاش. هذه هي الخدمه ديال راندا. تنجي لهنا في هذه العين اللي كنت خدمت فيها جوج لويات تنجي هنايا تندير ليها بحال هكا تلويها لعندي اليسر هاد الجهه باش تجي تعطينا هاد الخدمه هذه. حاولي تهبطي ديك السنه لتحت باش تبان غادي يبان غادي يبانو كاملين. انا غادي نوريهم غادي يبانو. انت تتهبطي بحال هكا وتجي. البنات اللي عندها شي استفسار واللي ما فهمت شي حاجه تخلي ليا تعليق غادي نجاوبوها ان شاء الله على كاع غنجاوبكم على كاع الاسئله ديالكم. كما البنت اللي كانت قالت لك راه الخيط واش تنبال ولا المهم البنت اللي سولتني على الخيط واش عادي ولا كيف ما كان. ماما كدير هذا الخيط هذا غنوريه لكم دابا. كدير هذا الخيط الحرير الحرير كتقولوا ليه الحرير تجي تشرى كل مدينه وكيفاش الثمن ديالها. الوقيه يمكن دايره 3 دراهم. حنا الوقيه في المدينه ديالنا حنا الوقيه دايره 3 دراهم. اي مدينه ماشي غير من المدينه. الله اعلم ما عرفتش كنظن هذاك هو الثمن. الثمن عادي كيف ما شفتوا البنات الوقيه راه هي جوج قصبات من هذيك. مزاديات مزاديات صافي البنات كيف ما شفتوا غادي نوريهم السر ديال كيفاش تندخل الخيط. حاولي تهضري بالجهد راه ما كيسمعوكش. ماما راه كتحشم البنات هيا غتحاول تهضر بالجهد. لا ماشي لا تنحشم انا من الفتره نهضر بحال هكا بشويه ماشي بحالكم بهاد الصوت المرفوع بحالكم. المهم هاي كملات البنات واقيلا كملنا مازال غنزيد للبنات لا كملنا زعما بيهم خليني نوري لهم مزيان من انا قلت لك باش نعلمهم على ما بيناش ولا ما فهموش. قالت لك البنت فهمينا ورينا مزيان هنا غنوري لبنتي فهمها كيفاش دايره. الناس بغاو يتعلموا في ديورهم ماشي مشكل علينا حنا ندعمهم مزيان. يدخل واحد فلوس من راندا شي حاجه ماشي حاجه تخدميها ماشي الخيط والثوب صافي. البنات كنظن هاي ماما وراتكم كيفاش تخدموا الدرس الخيط. تندير شدو الخيط هادي راه البديه البنات هكا كتكون. فاش كتكون هاد البديه ديال الدرس كنشوفها في الجلالب يعني كتكون في الكمام في القب تيكون في كل شيء في ما عجبك هذا تيكون حتى في الكف التوق في من ديك اللي تنخدموا الكوزه وتنخدموا سميتو تنديروها هو في التوق تجي يعني هو كيكون غير البديه. عادش كتبداي ديري دابا هو ديال العلامه هو كاين هاد الدرس هو الاساسي ديال الخدمه. هادشي اللي بغيت نقول حتى انا هو الاساسي هو الاساسي. دابا تنشدو هاد الشيء الخيط مابقاش يبان عندنا باش ما تجينا لا تكرديرا لا ديك العقده لا حتى شي حاجه ما تجينا. شتي تندير ليه بحال هكا تركب الخيط.
علاش بس سيري دابا ندير ليه بحال هكا باش ما تيجينيش العقده العقده ديال الخيط تتوكلي على الله تستاهلي كيف ما شفتوا البنات وصلنا لنهايه الدرس الثاني كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا واستفدتوا اي اسئله البنات خليوا لي تعليق وشكرا لكم على المتابعه ديالكم ما تنساوش ديروا الاشتراك وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم اي جديد وديروا النجام شكرا لكم وبسلامه عليكم.